السلام عليكم. انا قلت اليوم غادي نجيب لكم الادوات اللي كنستعملهم باش نعدلو طرطات ونعدلو الكيكات. الكيكه كتبان صعيبه ولكن هي ماشي صعيبه، هي السهوله ديالها في الادوات اللي كنستعملو فيها. كتجبر غير الجينواز مثلا والكريمه، ولكن الديكور كتساعد فيه حاجات بزاف اللي كتساعد في الديكور، خصوصا الواحد اللي يكون كيبغي الحاجه غيعطيها غير الكانه. وهاد الادوات اللي غادي نوريكم اللي خصهم ضروري يكونوا عندكم بالنسبه اللي كيعجبها الكوزينه واللي كيعجبها الطيب واللي كيعجبها تعدل الحلوى والحاجه مزيونه متقونه خص يكون عندها. طبعا انا ما عنديش كل شيء، ولكن عندي بحال غنقولوا نسبه كبيره انه اي حاجه كنبغي نعدلها عندي الماتيريال ديالها. وفضلا وليس امرا انضموا الى قناتي وام زينب بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك، وكذلك ما تنسوش تخليو تعليق اسفل الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم على مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه غادي نهضروا عليها هما العبارات. العبارات مهمين في الحلوى. دابا واخا ما كيكونش عندك الميزان كتجبر العبارات الحلوى غير بهادو، كاينه كوب، كاينه كوب لا روب، كاينه نص كوب، وكاينه تلت، وكاينه حتى الربع. عندي في الكوزينه انا حتى الربع، هادو مهمين. يعني كاين بعض المقادير كيكونوا بهم، وحتى ملي كتحفظ الكيكه او الحلوى اللي كتعدلها بهادو كتبقى تجيك سهله تنوض تعدلها بلا ما تبقى تطلع الميزان وتوزان. وهاد هادو كيكونوا ساهلين ومزيونين، انا كيعجبني نخدم بهم ونصح اي وحده يكونوا عندها في الدار. ثاني حاجه اللي مهمه وكاينه بزاف الناس ما كيعطيوهاش الاهميه هما هاد العبارات ديال السوائل. هما كينفعو بزاف، فيهم الكاب وفيهم بالملي، فيهم الكاب وفيهم بالملي. تا هما كينفعو بزاف. عندي هذا، عندي هذا، انا كتجيبها كنشريهم، يعني كتجي مناسبه كنشريهم. كاين الاحجام وكاين الاشكال وكاين ديال الدجاج اللي تا هما كينفعو. هذا فيه حتى النص يترو، فيه بالميلي وفيه بالكاب، يعني مزيان الملي والاكواب، يعني مزيان. ماشي اي حاجه ضروري الميزان، ضروري الميزان. ثالث حاجه بالنسبه للاساسيات ان يكونوا عندنا، هذا ضروري يكونوا عندنا. والسباتيول طبعا دابا حتى واحد بقات كتختار سباتيول كتنفع بزاف سباتيول. وهذه اللي كنحكوا بها القشره ديال الليمون او القشره ديال الليتشين، مزيونه بزاف في الخدمه. هادو يعني كاين الاشكال وكاين الانواع وكاين كبار من هيدا، كيساعدوا بزاف الكبارين بالحق. بحال اللي قلنا حنا كنهضروا هنا على الاساسيات اللي يكونوا في الدار، يعني اللي ما يخطاو شي حاجه نقولوا، اللي غتشري شي حاجه اخرى زايده ان غادي تكون بروفيسيونيل كثار، غتكون كتخدم بهذيك الحاجات اللي كتعملهم كتبيع ولا شي حاجه، غتحتاج شي حاجات دائما زايدين. يعني خصك تحتاج مثلا هاد لي فوي، تحتاج تقريبا الانواع كاملين، تحتاج الحجم الكبير، الاحجام الصغيره، تحتاج ديال البلاستيك، تحتاج هادو. هي على حسب. انا قلت لكم انا كنعطيكم بيسكس، يعني في الدار شنو خصو يكون عندنا الاساسيات اللي كنا كيعجبنا نعدلوا الحلوى في الدار. دابا كلشي تبارك الله اللي كنشوف فيسبوك تبارك الله عامر، كلشي كيعدل الحلوى ديالو في الدار كيعدل. فطبعا ما يمكنش غادي تعدل هادشي كامل وما يكونش عندها هاد الاساسيات بحال هادو. سباتيول ضروريه ما بقات كتخطر حتى شي واحد. دابا هاد البروتشات اللي كندهنوا بهم، وبحال اللي قلت هاد الحكاكه هادي، هادو بالاساسيات هما على الاقل اللي غادي نقولوا ان الكيك بحال اللي دارت الاكواب ديال العبار ديال الحاجات ناشفين، الاكواب ديال العبار ديال السوائل. هادو ملي تشريهم راه بعض المرات كيكون فيهم الكوب وكتكون مكتوبه هنايا حتى بالملي. مثلا هذا ثلث كوب، كاين هنايا ثلث كوب يعني 80 بالملي، يعني حتى السوائل كيكونوا كيتعبروا. ملي تشريوهم شوفوا العبارات ديالهم كيكونوا مكتوبين هنايا، كاين هاد الاينوكس، كاين هاد النحاس، كاين هاد البلاستيك، كاين الاشكال، كل واحد على حسب شنو كيعجبو في الكوزينه ديالو. دابا غنهضر لكم بالنسبه للطرطات، بحال اللي غنهضروا على الطرطه بالنسبه للكريمات. بحال اللي قلت طرطه سهله، جينواز كلشي بدا كيعرف الجينواز دابا، الكريمات موجودين تبارك الله، كريم فريش، كريم شونتيي، كريم بوغ، كريم كريمه ديال الزبده بالانواع ديالها. الكريمات تبارك الله موجودين، كتبقى الطريقه باش نستعملوا ديك الكريمه. اول حاجه في الكريمات ضروري تكون عندنا سباتيول. كاينه اشكال وكاينه ما عندهم هاد الدرجه هنايا، وكاينه اللي ما عندهمش، كاينه كبارين وكاينه صغارين. انا هاد الساعه هادي اللي عندي ونفعاني، ما محتاجه حتى شي حاجه اخرى بالنسبه للحاجات اللي كنعدل الدار ديالي. بحال اللي قلت لك كتبغي تكون بروفيسيونيل اكثر انه تشري، كاينه لي سباتيول تشري الانواع، كل مره تشري حاجه من بعد لي سباتيول. هادو ديال العبارات ديال المغارف، حتى هما مزيانين بزاف كينفعوا هنا باش كتمشي دائما. انت ملي كتعدل شي وصفه كتمشي بالعبار ديالك دائما. هذه مغروفه كبيره، نص مغروفه، مغروفه صغيره، نص مغروفه صغيره، وهذا الربع ديال المغروفه، وهذا ثمن ديال المغروفه صغيره، يعني بحال غنعملوا قبصه.
مهمة هي بزاف هاد المغارف من العبارات، فضروري تكون في الكوزينة. يعني هاد العبارات عندك، هذا وهذا، والعبارات ديال السوائل. إذا كتشبر الوصفات ديالك بهادو دائما الوصفة غتنجح لك، وانتينا كتحفظها بسهولة، دغيا كتحفظ لك، كيبقى لك غير الطريقة ديال الطياب. أما لو شبرتي العبار بيهم كوني متأكدة 100% كيكونوا ناجحين. ثالث حاجة بالنسبة للكريمات، الكريمات ضروري خصنا هاد لي دوي اللي كنستعملو باش نزوقو الكريمات. انا عندي هادو صغارين بحال اللي قلت استعمال ديال الدار، ماشي مشكل، كاين الاحجام كبارين مزيانين انا عندي، ولكن ما جبرتهمش دابا عندي في شي مطعم خابعين ما لقيتهمش. المهم هادو الصغارين اللي عندي فيهم جميع الانواع، هنا تبارك الله راه 6 في 4 24 يعني كي كنحتاجهم بالنسبه للحاجات الكب كيكس الطرطات اللي كنسوقهم كيخرجوا لي مزيونين. كنشري لهم هذا البلاستيك، هذا تكية كتكون عمرة جوطاب تقدر تغسلو وتيبسو ترجع تخدم بيه، ولكن هما جوطاب. هادي كتقطعو متينا، كتخشي الراس هنايا، ها هو الراس ديالو، كتخشي كتعبر وكتقطع وكتخدم بيه الراس اللي بغيتي. وفيها ميزة أن كيكونو فيهم جوج ديال الدخلة، هادي وهادي، تقدر تستعمل جوج الألوان كيكونو منفصلين، لون هنايا ولون هنا ديال الكريمة كيكونو منفصلين مع بعضيتهم. هادو كيكونوا باكيه ماشي غاليه، وكيدوزوا وكيبقاو مزيانين مع هاد لي دوي، وكيخدموا حتى بالنسبه لهاد لي دوي كبارين. انا عندي هاد لي دوي كبارين، هادو عندهم ديالهم هادي، فهادو حتى هادي تكون تقطعتها واحد المره قطعتها كبيره حتى شتا واحد الراس ديال، انا غنوريه لكم. هذا الراس كيسهل، كنت قطعت هادي، هذا الراس كبير كيسهل ملي كتبغي دوار الطرطه، دوار الحواشي ومن فوقي دغيا كتدهن لك الطرطه. الراس كبير مزيون بزاف، هذا بالنسبه اللي كتجبر صعوبه باش دهن الطرطه بالكريمه من الجوانب ومن فوقي. هذا دغيا كنت قطعت واحد المره استعملت هذا، بالحق ماشي مشكل، هادو كنقدروا نستعملوهم مع هاد لي بوش، هادو كنستعملوهم معاهم بحال اللي قلت. هاد الراس هذا مهم بزاف بالنسبه لطرطات كريمات. كريمات اذا ما كانوش هاد لي دوي ولي بوشا دوي ما حتاش، يعني ما باش غادي تزوق الطرطه. اوكي، هادو بالنسبه للكريمه. هنا هضرنا على الادوات ديال العبار، هضرنا على لي دوي، هضرنا على هاد الفوي لي سباتول هضرنا عليهم. بالنسبه ان واحد الحاجه حتى هي مزيونه ومهمه، هادو اللي كيكونوا مثقبين كيكون فيهم الطحين، يا اما كترش الطحين للخدمه كيساعدوا، وحتى السكر كلاسي كيساعدوا مزيان، كيساعدوا في الخدمه. وحده لصق عليها بحال عندي انا جوج، وحده لصق عليها سكر كلاس، وحده لصق عليها فارين، كتخدم بها كيساعدوا حسن ما ترش بيدك، حسن ما تستعمل يدك، سورتو ملي كتكون خدامه في شي نوع تشعجيني اللي خصك يدك تجيك صافيه من برا، ما يجيبش فيها لا طحين من برا ولا حتى شي حاجه. هذه حتى هي مزيونه ومهمه. بالنسبه باقي كنهضروا في لي كيك، ومادام كنهضروا في الكيكه، هذه انا شريتها عجبتني. بالنسبه للكاب كيك اللي كنخدموا الكاب كيك، هذه كتعطيك عبار واحد، يعني انتينا كتعمره وكتمسح كتمشي عبار واحد، كيجيك الكاب كيك كامل عبار واحد، الكاب كيك اللي كنعدلوه في الليمون بحال هادو. فهذه مزيونه جبرتها عجبتني، يعني باش تمشي في الكاب كيك ديالك عبار واحد، وهذه كتساعدك منا كتشبر العبر ومنا كتخويه باش كيتخوى، مزيونه عمليه زعما. بالنسبه للطرط باقي كنهضروا في النطاق ديال الطرطات، هذه عامله بحال المسمار. هذه بالنسبه ملي كنكونوا كنخدموا الوردات، وانا عندي طرطه في اليوتيوب كيفاش كنستعملوها، معدله واحد الطرطه مزوقه بالشكيلات ديال الورود، كتستعمل هذه كتسهل بزاف عليها. كنقول لكم كتشوف الطرطه مثلا معدله بالورد كتقول كيفاش عملولا، كاين الحاجات اللي كيسهلوا الخدمه، ومن بيناتهم بحال دابا هذه كتسهل بزاف بالنسبه للخدمه ديال الوريدات اللي كنزوقوا بهم الطرطات. حاجه اخرى الطرطة دابا انتشر مؤخرا بزاف، كاين القضية ديال العجينة ديال السكر. أنا عندي هنا العجينة السكر، ها هي أنا كنستعمل هادي، وتقدروا تعدلوها في الدار. أنا كنفضل نشريها، ولكن حتى في الدار سهلة، كاينة بزاف ديال الطرق ديالها، كاينة بالجلوكوز كاينة بلا جلوكوز. أنا كنشري هادي تعاود كنخدم بها، هي اللي كنستعملها. هادي فيها تقريبا كيلو، ماركة هذه مزيونة. شنو كنحتاجو دائما العجينة؟ طبعا عجينة السكر دائما كنحتاجو لها كولوريس، كنحتاجو لها كولوريس.
عندي جوج الماركات، عندي هذه الماركه ديال العجينه المورقه هي هذه ديكتر اوكتر اوكتر اوكتر، هذه غالبا ماركه المانيه. عندي هذا النوع هذا، وعندي هاد ويلتون اللي هي ماركه مشهوره ومزيونه ومعتمده في يعني عند لي بروفيسيونيل. هاد الماركه هذه كنفضل ما تستعملوش البودره سورتو في الكريمات سورتو في العجينه المورقه، اللون ديال البودره ما كيطلعش مزيون. وثاني حاجه كيطلعوا ديك الحبيبات ديالو لما تخدمش مزيان كيطلعوا حبيبات ديال البودره، سواء في الكريمه حتى في الكريمات اللي كنزوقوا بهم الطرطات هما كنلونوهم بنفس الشيء. هادو كيكونوا عباره عن جيل فهما في الخدمه احسن يعني رخاصين، وهذه كتبقى معاك يعني مده طويله. ثاني هذه ثاني حاجه كنحتاجوها في العجينه المورقه. ثالث حاجه كنحتاجوها في العجينه المورقه ضروري هادو سورتو هادو في الديكوراسيون ديال الحاجات الصغار يعني في الحليوات مثلا اللي كنزوقوهم في التقطيع بحال مثلا هذه في اللي غنعملوا شي تقيبات في شي موطع. هادو كاملين الادوات اللي كنحتاجوها في العجينه المورقه. هذه كتساعدنا باش نشرفوا، ها هما هذه كذلك الشكل ديالها شو كيفاش عامل. هادو هاد الريوز هادو كنحتاجوهم في لي بيطال ديال الورد، الورقات ديال الورد اللي كنغرقوهم الجناب باش يجيو مقلوبين كنستعملوا هادو. دابا نخدم بهم وتشوفوا الطريقه ديالو، ممكن بزاف البنات كيعرفوهم. هذه نفس الشيء حتى هي هذوك لي بيطال ديال الورد، يعني كتكون الورقه ديال الورده مثلا بحال هيدا بحال هيدا، وبهادي كنتكيو على الجوانب الورقه ديال الورده كتتننى وكتجي مزيونه الشكل ديالها بحال ورده حقيقيه. عدنا هادو وعدنا طبعا ليمول، هاد ليمول هادو اللي هما مزيونين اللي هما كنقطعوا بهم العجينه المورقه لا العجينه السكر بحال اللي قلت لكم. كتشوف الحاجه مزيونه كيجيب لك الله، راه هي صعيبه ولكن ماشي صعيبه، راه خصك تشوف الحاجه كيفاش كتعدل وشي اللي كيدخل فيها باش كتجي سهله كتجي حتى ممتعه في الخدمه، كيعجبك حتى الحال وانت كتخدم بها وعاد كتجيك الحاجه متقونه. هذه كتعدل بها لي طارت اللي كيتعدلوا بالثلج بحال اللي كتعدل اللي غتعمل الطارت ديال راس العام سورتو. ها هي عندها هذا وعندها هذا وكاينه واحد اخر يعني ماشي غير واحد. عندي هاد الورقه بحال اللي وريتكم كاينه هذه وكاينه هاد الورقه صغيره وكاينه هذا الموسطى نفس البرينسيب كنتكيو وكتخرج لنا العجينه بلا باتيسري. هادو نجيمات حتى هما، هادو نجيمات طبعا بالاشكال حتى هما بالمقاسات كبيره وصغيره، ها هما نجيمات. وعندنا هنايا الكماله هذه ورقه اخرى، هذه ورقه اخرى نفس البرينسيب بحال اللي قلنا، ها هما نفس البرينسيب. وهادو فراشات، هادو فراشات كبيره موسطه وصغيره، هادو ورد ها هما الوريدات حتى هما مقاسات كامله. هي تقدر تخدم به يعني تزوق بهم الحلوه ديالك بسرعه كتعدل لك وعاد كتجي متقونه الحاجه كتجي متقونه. نفس الشيء هادو بحال نجيمات، وعندي هاد الوريدات عاوتاني. انا هادو كنت طلبتهم باغ انترنيت، موجودين في امازون، موجودين في علي اكسبريس، موجودين في هوم موقع هوم هو كيبيع هادشي وكيوصل يعني شي حاجه اللي موثوقه. انا هادو ثلاثه جربتهم امازون وهوم والي اكسبريس، هادو ثلاثه جربتهم كيوصلوا الحاجه مزيونه بحال اللي كتشوفها في التصويره بحال اللي كتوصل بها. هاد الشكل هذا كاينه، كاينه هادي ديال الثلج الكبيره ديالهم هي هادي. هادي هنا الحاشيات كتزوق شي سينتا مثلا غادي تدورها بالطرطه بحال اللي غنقولوا هاد السينتا هادي اللي هنايا كتعدلها كترشمها بهاد الوريدات كتخرج لك مشرفه كتجي مزيونه. باقيين كنهضروا في العجينه ديال السكر بحال قلت العجينه السكر كتدخل في الطرطات وكتدخل في الحلوى، دابا ولات كتدخل في كل شيء. ولا عندها ليمول بزاف وموجودين وتقدروا تجبروهم بحال اللي قلت ولاو موجودين، وحتى اللي ما جبرهمش عندنا العوال الفاق واللي بالنعس حتى اللي ما جبرهمش اي غادي يطلبوا باغ انترنيت موجودين ورخاصين ماشي غاليين. هنا بالنسبه باقي كنهضروا على العجينه ديال السكر، كاينه هادو اللي كنعدلوا بهم الصابلي كنقطعوا بهم الصابلي العجينه الصابلي، وفي نفس الوقت كنقطعوا بهم العجينه السكر اللي كنلصقوها على العجينه ديال الصابلي. في الخدمه ديالهم سهله كتقطع وهذه كتخرج لك العجينه بهذا الشكل هذا ساهلين. عندي انا هاد الكابايو، عندي بيبيرو، وعندي هاد المونو ديال العواو صغارين اوكي، وعندي هاد الكوتشي. كاينه طبعا الاشكال بزاف ولكن انا شريتهم باش نعدل بهم الحاجات من ولادي اللي شريتهم. هذه الوريضه ديال السيليكون حتى هما كيخدموا العجينه السكر
هادو الرجيلات بحال اللي قلت لكم رجيلات لوعو صغيرين، وانا غادي نعدل واحد الطرطان لوليداتي وغادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالهم كاملين. وهذه المول ديال بيبي، تشوفوا هيدا يجبرك الله مخربق، ولكن هذا كيخرج بيبي صغير مزيون بزاف، حتى هو غادي نخدم معكم به وغادي نوريكم طريقه الخدمه ديالو. وكاينه هذه رياده، باقا ما فتح حتى شي، انا طلبته باش نعدل طرطان ولادي، باقا ما كتبش معدله. هذه رياده ديال العواول، حتى هي غادي نعدلها معكم، غادي نستعملهم انا، غنستعمل ان شاء الله هادو وهادو، وغادي نستعمل هادو، نقدر نستعمل منهم هادو، نقدر نستعمل منهم شي وحدين ماشي مشكل، على حسب الطرطه كيفاش غادي نعملها، ولكن هادو ضروري نستعملهم، ثلاثه هادو ضروري نستعملهم. هادي حتى هي من عجينة السكر، شفتم ليتر الطرطه اللي كنعدلو من عجينة السكر، ضروري تكون عندكم هادي، هي اللي كتليسيو بها الطرطه. دابا بحال قلت لكم غادي نخدم بها وغادي نوريها لكم باش كتجي مسبوكه الطرطه هيدا، ضروري كنخرجو هادي بحال اللي غتخرج لك الهواء، كدور معاها ومن فوقي كتخرج لك الهواء باش ما تجيكش العجينه ديال السكر مبوقه على الطرطه، تجي شابره والهواء كامل يخرج. حتى هادي من الحاجات المهمين، بحال اللي قلت لكم راه انا كنت شريت هادو، كانوا جاو باكي واحد، جبرتهم مع بعضيتهم كيتباعوا، ورخاصين يعني ما كاملين، وقيلا بكل شيء ديالهم بشي 50 درهم بالديليفري، يعني بالتوصيل بكل شيء، كنت خلصت عليهم حق هادي تقريبا سنه باش كنت شريتهم. هذا المول ديال الصباط ديال العواول الصغارين، هو غادي نخدم به ان شاء الله، هو ديال العجينه السكر غادي نخدم به، نوريك الطريقه ديالو. تا هو الثمن رخيص، الحاجات بحال هادو كيبقاو في الدار، واخا كنشريهم كيبقاو في الدار مزيونين، تحتاجهم لوليداتك ولوليدات صحابك، غتعمل شي ريكال لشي وحده، غتعدلها لها ولولادك طبعا، تعدل لهم الحاجه اللي كيبغيوها. وطبعا هاد المول سيليكون موجودين في جميع الاشكال وجميع الانواع، كيسهلوا عندي انا منهم، حتى بالنسبه لهاد الطويصات، عندي طويصات اللي كنستعملو العادي ديال اينوكس ولا معدن، وعندي هادو ديال هادو، تا هما مزيونين كيتحتاجو، وكاينه كبارين، هادو كتحتاجو في ديكوراسيون شي حاجه، شي ديسير شي حاجه، كتحتاجهم هاد ليمون اللي يكونوا بهاد الشكيلات. هاد الحاجات الواحد دائما ملي كيخرج كيخطف حاجه، كيخرج كيشري حاجه، يعني ما نقولكش شري كلشي انا مره واحده، لكن كنخرجو كنشريو حاجه. اوكي، بالنسبه لعجينه السكر اللي هضرنا عليها، هو هادشي اللي كنحتاجو فيها، وباش نخدمو العجينة والسكر خصنا هادشي، هذا خصنا هاد القطاعات، خصنا هاد الليمون، خصنا هاد لي سيليكون. العجينة السكر يعني الا ما كانش هادشي تم، كاينه شي حاجات كتخدمو مانيوال، كاينه بزاف الحاجات كتخدمو مانيوال ومزيونين كيجيو، لكن بعض الحاجات ضروري خصهم المول ديالهم، يعني الورقه نقدروا نعملوها مانيوال، ما غتجيناش بحال هادي، ولكن نقدروا نخدمو ورقه، ولكن كاين شي حاجات بحال الوريدات هادو، بحال مثلا هادي ديال الثلج، هادي صعيبه تخدم باليد، يعني شي حاجات بزاف بحال اللي قلت، لا بغيتي الحاجه متقونه راه خصك الماتيريال ديالها، وهادو هما الماتيريال ديالها. اوكي، هضرنا على الطويصات، عندي حتى هادو كبيبري مزيونين، وعندي هادو ديال لي طارتليت صغارين، اللي بغينا نعملو لي طارتليت فرديين عاود، عندي هادو كيجيو مزيونين من الاساسيات في الدار، انا اللي كنوريكم الاساسيات في الدار، اما تبارك الله كلشي موجود. هاد الليمون هادو حيدو هادو من قدامنا، صافي سالينا بهم. حاجه قلت لكم انا هاد لي سيليكون نخدم بهم طرطان ولادي ان شاء الله، وغادي نوريها نعمل لك فيديو في القناه ديالي وتشوفوا. بالنسبه للقطاعات ديال الصابلي، قطاعات يعني موجودين اشكال وانواع، ودائما شريو قطاعات هذا بحال اللي غنقولوا كامله كبيره ديالها تصغير، لان بعض الحلوات كتحتاج مثلا الكبير مع الثاني او الكبير مع الاخر على حسب. فحال هيدا سيرتو الا كانوا بلاستيك مزيونين، كيجيو مزيونين. عندي هادو، عندي هادو ديال هاد الورده، كاين هاد المدورين هنايا تقريبا جميع المقاسات، كيتحتاجو ضروري، ما يتحتاجو بحال اللي قلت الحاجه باش كتجي متقونه، راه عندها الماتيريال ديالها. هذا اللي مشرف راه ضاع لي شي واحد منهم، لان هنا ناقص واحد ماشي مشكل، ها هو من الكبير ديالو حتى الصغير كلشي كيتحتاج. هذا شريتو انا بالحق، قلت نقول لكم بلا ما تشريوه، لان هذا دوره في وسط من النجمه، وعنده هنايا بحال بوطون كيتكي عليه باش كيخرج النجمه، ياك خرج لي ماشي مزيان، كيتعلق كيوغل ما كيبغيش يخرج، فدايما بيدي سنين ها ما عجبنيش هذا، ما عجبنيش. عندي هذه ديال الحلوه ديال التمر، وطبعا ملي غنعاود المغرب ان شاء الله غادي نجيب اشكال اخرين، لان خرجوا اشكال بزاف مزيونين، ولكن حاليا هذه اللي عندي. وعندي هذه القطاعات صابلي تا هما ديال النجمه، هادو مزيونين
كنحتاجوهم مثلا قطعنا الحلوى هذه او قطعناها مدوره بهذا الشكل، هادو كنقطعو فيهم في النص، كنقطعوهم في النص هيدا باش كنعملو التكيبه اللي كتجي في النص اللي كيجي ليها كونفيتور ولا شوكولاته ولا كراميل. عندي الاشكال، كاينه هذا الشكل هذا، كاينه هذا القليب، وكاينه هذه الوريقه، وكاينه هذا المعين. مزيونين كيجي الشكل ديال البلاطو ديال الصابلي مزيون، وخاصه بلي حاجه بسيطه وغير بالميلاده ولا بالكونفيتور كيجيو ديك الزويوقات مزيونين، سورتو ملي كنعمرو بالكونفيتور مبدل مثلا مشمش وفريسه كيجيو لوينات، كيجيو مزيونين بزاف. هما هادو بالنسبه للماتيريال اللي عندي. بغيت نوريكم هنا بالنسبه للكاب كيك اللي كنعدلوهم، الكاب كيك اللي كيكون بهذا الشكل. هادو مزيونين بالنسبه للديكوراسيون للعواول، كاب كيك داك البوبس طرطه العواول كلشي. هادو بالنسبه للحلوى جميع الاشكال ديال بيرلات، هيا بيرلا كبيره، بيرلا موسطه، بيرلا صغيره، وبيرلا صغيره. هادو يعني نشريوهم كل مره، نشريو شويه كل مره، نشريو مثلا وحده وكتخليهم هما في الدار، يعني كتحتاجو قليل، ولكن اموان حاجه ما اللي كنحتاجها كتجبرها في الدار. يعني الا بغيتي تعمل كاب كيك ما غتخسر والو، جوج بيضات غتعدل تبارك الله 12 حبه كاب كيك ولا 15 حبه كاب كيك، وغادي تزوقهم الكريمه عندك لي بوشادو تزوقهم. انت اللي عملتي العشيه لوليداتك اولا ريغالو وليداتك، غيديوها شي يمشيو يحضروا شي عيد ميلاد ولا شي حاجه يديوها في يدهم اولا اي حاجه. هادو هذا الماتريال اللي بغيت نهضر لكم عليه بالنسبه اللي كتبغي الحلوى وكتبغي تعدل في الكوزينه ديالها. هادو بحال اللي غنقولوا الاساسيات يكونوا عندها، وغيشجعوها اول حاجه مادام عندها الماتريال كتشجع تعدل، سورتو الا شي وحده كيعجبها الكوزينه، وحتى اللي ما كتعجبهاش الكوزينه غتولي تعجبها مادام عندها الماتريال، غتبقى تحس بالمتعه. سورتو ان ملي تكون كتعدل الطرطه دائما نصيحه، عمرنا ما نعدلوها في نهار واحد. يعني واحد النهار خدمت الجينواز، النهار الثاني غنكون مساليه غنخدم الكريمه وغنزلها قدامي وننزل قدامي العجينه السكر وكولوريت والالوان ولي بوشادوي ونخدم، يعني كيولي الموضوع بحال تسليه. ولكن لا ستريسيتي راسك الشغل وكيكه وسالي كيكه وجد كريمه وزوق، ما تقادلكش النهار ما يكفكش. دائما طرطه توجد في النهار والديكوراسيون كريمه، الا كانت غير بالكريمه صافي الكريمه ونزوقوا لي بوشادوي ونزوقوا، واذا كانت العجينه السكر كتحتاج كريمه وكتحتاج العجينه السكر، فكنوجدوا الكريمه السكر ونوجدوا العجينه الكريمه والعجينه السكر، وكنجلسوا كنخويو الطبله كننزلوا الطرطه ديالنا قدامنا باش كنعطيوها الوقت وتجينا تقونه ومزيونه. انا هذا اللي بغيت نقول لكم، كنتمنى يكون الفيديو فاتكم، كنتمنى نكون شاركت معكم الادوات اللي عندي كنستعملها من غير الليمول، الليمول ديال الكيكات حتى هما الواحد كل مره يشري كيك، كل مره يشري مول، كل مره يشري شكل، حتى كيولي عنده في الدار الادوات كامله بحال اللي قلت الاساسيات كامله. ما تبارك الله البحر ما كيتقاداش، المهم الاساسيات باش نعدل واحد الطرطه وتجينا مزيونه، هذا اللي المقصود منا. وهنايا غادي نقول لكم السلام عليكم، وكنشكر دائما غادي نشكر المتتبعين للقناه، غادي نشكر البنات اللي كيتناوني، البنات اللي كيسقسيوني فين مشيتي الا غبرت. انا غبرت واحد الفتره اللي هي كانت شهر تقريبا، اكثر من شهر تقريبا، ثلاثة شهور غبرت، ثلاثة شهور من الظروف ديال الحباله والولده. دابا الحمد لله رجعوا مع العواول طبعا، اللي دابا بقاش وجد الوقت هو كيبكي لي زياد كيبكي لي. المهم كل ما غتسنى لي فرصه انا ما غادي نمشي نوقف، غنبقى دائما نوجد نعدل طول ما كاينه متتبعين، طول ما كاينه نتوما موجودين غنبقاو دائما. وشكرا بزاف لكم، ونتمنى الفيديو يكون كانت فيه شويه ديال الافاده، وبسلام عليكم.